وارض عنا معهم يا رب العالمين. وصلت أخبار مؤكدة إلى المدينة تبين أن جموع الروم وحلفائها من العرب وأذنابهم قد عدوا العدة للهجوم على المدينة المنورة، فتجهز المسلمون وبدأوا يستعدون للخروج. وكان الوقت وقت صيف، في أواخر الصيف، فكان وقتا شديدا، بالإضافة إلى كون السنة سنة شهباء، قليلة المطر، قليلة الزرع، فكان في ذلك الوقت ضنك شديد على المسلمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حض المسلمين وشجعهم على الخروج ونشطهم إلى ذلك، وأنزل الله تعالى آيات يحث فيها المؤمنين على الجلاد والصبر. فقال سبحانه في سورة التوبة أو سورة براءة، وكثير من آي سورة براءة يتعلق بغزوة تبوك التي نشير إليها وما تبعها وما لحقها وما كان قبلها من أحداث. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اساقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا تخرجوا للقتال يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ثم ذكرهم: إلا تنصروه فقد نصره الله. تنصروه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نصره الله سابقا ولاحقا. فذكر سبحانه: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. هذه الآيات كانت تحض على الجهاد والجلاد، فلذا توجه الناس بكليتهم للاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، رغم أن المنافقين كانوا قد بدأوا يثبطون الهمم: لما اختار لكم هذا الوقت؟ فليأتي بغير هذا الوقت، فليس هناك خطر داهم. وجاء بعض المعتذرين من المنافقين كما ذكرنا البارحة ليستأذن في ترك الخروج. وعلى عكسهم يجيء أناس من فقراء الصحابة الذين كانت عليهم شدة وبلاء، لا يجدون شيئا، لا سلاحا ولا طعاما ولا مركوبا، يطلبون من رسول الله أن يعينهم بشيء يركبون عليه ليمضوا إلى تبوك. وتبوك كما ذكرنا البارحة تبعد إيش؟ 700 كيلومتر أو أكثر عن المدينة المنورة في وقت الصيف. هذا نوع يعني من أنواع الشدة ليس بعدها شدة. فنظر رسول الله ماذا يصنع، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. أنزل الله تعالى يصور لنا حال هؤلاء المؤمنين عكس أولئك المنافقين الذين كانوا يريدون الهروب من المعركة والاشتراك فيها. قال الله تعالى: ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يعني ليس على هؤلاء لا حرج ولا مؤاخذة في عدم خروجهم، صاروا يبكون حتى سموا بين الصحابة بالبكائين: يا رسول الله نريد الخروج أعنا، ما أجد ما أعينكم به. اختلف أهل العلم فيما حل بهؤلاء، فبعضهم قال ساعدهم أناس من الصحابة وأخذوا يعني أعطوهم شيئا يركبون عليه وخرجوا، وبعضهم قال لا، لم يستطيعوا الخروج، والأرجح أنه قد ساعدهم الصحابة فخرجوا. ولما سمع المسلمون هذا الأمر الإلهي والتوجيه النبوي والحض على الإنفاق لتجهيز الجيش، بدأ الصحابة يتسارعون، كل منهم يبذل ما استطاع من مال ليعين إخوته للخروج للجهاد في سبيل الله. فكان أول رجل جاء بماله فضلا عن أنه سيخرج بنفسه وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. في قصة شهيرة ذكر جزءا منها الإمام الترمذي في سننه
وذكر جزءا آخر أبو نعيم في الحلية، وما أسوقه مجموعا من عدة روايات. كان أبو بكر أول من جاء بصدقته، فذهب فجاء بها ثم قدم إلى رسول الله فوضعها أمامه فقال: ما تركت لعيالك يا أبا بكر؟ فقال: تركت لهم الله ورسوله. سبحان الله، يعني جاء بكل ماله لينفقه في سبيل الله، وترك لهم إيمانهم بالله ورسوله وتوكلهم على الله، وأن الله لن يعني يقطعهم من إنفاق يسير في هذه الأيام التي يغيبون فيها عن المدينة. وكان عمر رضي الله عنه يسابق أبا بكر في مثل هذا، فجاء بصدقته فقال: ما تركت لعيالك يا عمر؟ قال: تركت لهم مثله يا رسول الله، يعني قسم ماله نصفين وتصدق بنصف ماله. فقال: بارك الله لك فيما أبقيت وفيما أنفقت. هذه رواية في السنن. في رواية أبي نعيم في الحلية فائدة لطيفة، والحافظ ابن كثير يقول إسناده جيد، هذا الذي سأرويه الآن. قال: جاء أبو بكر بصدقة فأخفاها، مخبية مغطية ما مبين إيش فيها، فوضعها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لله عندي معاد. وجاء عمر رضي الله عنه بصدقته فأظهرها وقال: لي عند الله معاد. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر: وترت قوسك بغير وتر، ما بينكما كما بين كلمتيكما. ألفاظ عجيبة جدا وجميلة. سيدنا أبو بكر أخفى صدقته وقال شيئين، يعني أخفى الصدقة، والثانية قال: لله عندي معاد. إن شاء الله أنا بدأ عود لأمثالة وأمثالة وأمثالة، هلا خلص كل مالي، كل ما بصير معي مال سأبذل. سيدنا عمر أظهر الصدقة أولا، وثانيا قال: لي عند الله معاد، يعني أنا أطمع بثواب الله على هذه الصدقة. قال: إيه غلط؟ لا مو غلط، لكن تلك الكلمة أعلى. فقال: يا عمر، وترت قوسك بغير وتر. وترت قوسك، القوس التي يرمى بها السهام، بغير وتر يعني أنت انقطع سهمك. لما؟ قال: بينكما كما بين كلمتيكما. هو يقول: أنا لا أترك عملا صالحا، فدائما لله عندي تحت أمر الله. أنا كأنه يقول دائما له عندي شيء أدفعه في سبيله سبحانه وتعالى. أما سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، اسحبه ودمه. أما سيدنا عمر رضي الله عنه فقد أظهر صدقته، وليس حراما إذا لم يكن رياء، ولكن إن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. نعم. وثانيا قال: لي عند الله معاد، أنا الله إن شاء الله سيكافئني. سبحان الله. لذلك سيدنا عمر لما رأى هذه الحال وهذه الإجابة وهذا التصرف وهذا المقام قال: لا أسبقه إلى شيء بعدها، ما بحسن، مستوى أعلى مني بكثير. ثم يأتي بعض الدجالين ليقول: اغتصب أبو بكر الخلافة، عمر اغتصب الخلافة، ما أدري مين اغتصب، أي خلافة وأي ضلال تكذبون على الله، حسبي الله ونعم الوكيل. وجاء سيدنا عثمان بصدقات كثيرة، ويتصدق ويتصدق ويبذل ويبذل، حتى جاء مجموع ما تصدق به تصدق بتسعمائة بعير وبألف درهم وبمائة أوقية، وجاء بطعام وشراب كثير، وجعل يأتي ببعض المال فيأخذه رسول الله فيقلبه في حجره، يعني بحضنه، ثم يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم،
لو ساوى سيئات الله سامح وسلف. اللي بسخى كل هذا السخاء في سبيل الله لو عمل سيئات الله سامح وسلف. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وجاء أغنياء الصحابة بشيء كثير، سعد بن عبادة، عبد الرحمن بن عوف، وهكذا أغنياء الصحابة تصدقوا بالكثير الكثير. وجاء فقراء الصحابة فتصدقوا. أخرج البخاري وغيره عن رجل من الأنصار قال: كنا نحامل على ظهورنا فنأتي فيتصدق الواحد منا بمد أو مدين. قال: ماذا يقول هذا الإنسان؟ يقول: مو يشجعون على الإنفاق في سبيل الله، هو فقير، طلع إيش ده أساوي، برو بيشتغل حمال، يعطوه إجرة نص كيلو، إجرته نص كيلو طحين مثلا، بياخد النص كيلو بدل ما ياكله هو وولاده بتصدق فيه. نشيل على ظهرنا عشان ما نحرم من ثواب الصدقة، نحامل على ظهورنا ثم نأتي فنتصدق بمد أو مدين. طيب، أما الأولون الذين تصدقوا بالكثير من أغنياء المسلمين، فانظر إلى ما يجري وانظر إلى البلاء الموجود في كل عصر. فالمنافقون يغمزون بعضهم ويقولون: يتصدق بكل هذا المال، هذا مرائي، هذا عم شوف حاله عم تبروز قدام الناس عشان يقولوا عليه رجال كريم. الأغنياء وصدقاتهم. يأتي الفقير لا ينتهي من ألسنة المجرمين المنافقين، فينظرون إلى صدقتي نص كيلو عم تصدق، إن الله لغني عن صدقتك، الله سائل عليك وعلى النص كيلو بدك تصدق فيها. فأنزل الله تعالى، قلت لكم كثير من آيات سورة براءة تتعلق بغزوة تبوك. فأنزل الله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يعني الأغنياء، والذين لا يجدون إلا جهدهم، اللي عم بيجي بشيل على ظهره بحط صدقة، فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. إيش هذا التعبير الإلهي المخيف؟ أنت تسخر من إنسان يبذل ما يستطيع في سبيل الله ويحامل على نفسه ليتصدق، فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. أقول يا أيها الأحبة، شأن المنافقين بلاء لا يشبه بلاء في كل عصر وزمان. اللي بشوفوا الحجبات بقولوا إيه، تحت السواهي دواهي، أعوذ بالله أعوذ بالله، ألا لعنة الله على الظالمين. امرأة سترت نفسها تتهمها بالفجور، هتستر نفسها مشان تصير فاجرة فاسقة، لك أنت ما تستحي من الله، ما تستحي من الله. عبروها على الجامع، كل أهل الجامع ما بيستحوا، كلهم حرامية، يكون لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيحج ولا بيزكي، هو أكبر حرامي في الدنيا، بتهم المسلمين الملتزمين هدول كلهم حرامي أهل الدؤون. أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله. ما شأن هؤلاء إلا كشأن المنافقين الذين نذكرهم، لم يخلوا أحدا من شرهم، لم يدعوا أحدا من خبثهم. المتصدق بالكثير مرائي، والمتصدق بالقليل غلي، الله غني عن صدقته. ماذا يفعل الناس إذن؟ كل الناس في نظركم أيها المجرمون متهمون، كلهم خبثاء، سبحان الله. لذلك لا تلتفت، إذا كان عندك وجهة للعمل الصالح، أحياناً قرايبينك رفقاتك أيها الشباب بخاصة بتمسخروا، إيه صرت شيخ، إيه صرت شيخ غصب عنكم، واللي ما بيعجبوه يطح راسه بالحيط، هيك جاوبه، طاح راسك بالحيط، صرت شيخ غصب عنك. وهكذا كثير ممن لا يستطيع الإجابة نفسه تقول: والله عتمسخروا علي، حطوني قاعدين عتضحكوا علي، طيب إيش أساوي؟ ويأتي الشيطان شيئا 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 يتراجع عن العمل الصالح. لا تهبه لهؤلاء، ما تهتم فيهم ولا تنظر إليهم، فهؤلاء مثبطون عن الخيرات، والله تعالى هو الذي يدافع عنك، فاستعن به ولا تلتفت إلى غيره. رغم كل هذا الإنفاق والبذل والجهد الذي صنعه المؤمنون والمسلمون، إلا أن الجيش كان كبيرا جدا،
30,000 إنسان. روما إذن كل البزل وخرجوا إلى الجهاد، لم يكن يأتي للإنسان أحيانا دور ليصعد على الجمل إلا على 18 إنسانا، 18 إنسان يتعاقبوا على جمل، يعني قريب من 24، معناها كل واحد بيطلع له ساعة وخمس دقايق و23 ساعة على إجري. مو كل الصحابة هيك، لكن كثير من الفقراء اللي ما عنده، اللي عنده يركب على جمله ويردف إذا كان الجمل بحسن بتحمل، إذا كبير الجمل يردف يعني بركب وراه واحد تاني، ولكن العدد قليل. فالفقراء يعتقبون أحيانا على 18 جملا ويخرجون ويسافرون إلى 700 كيلومتر. سبحان الله. فرضي الله عن أصحاب رسول الله، وأسأل الله أن يحشرنا معهم، فهذا الشرف ما بعده شرف لكل عاقل. تجهز المسلمون وبدأوا بالانطلاق، وأمر رسول الله أن يخلفه على المدينة الأنصاري الفاضل محمد بن مسلمة رضي الله عنه. فلما كان في أول الخروج التفت فإذا علي، فقال يا علي ارجع فكن خليفتي على أهلي. محمد بن مسلمة الصحابي مشرف على المدينة كلها في حال الغياب. كان رسول الله كلما خرج لغزوة يبقي بعض الرجال من المسلمين ليشرفوا على المدينة في حال غياب، في ناس مرضى، في ناس عجزة، في ناس كبار في السن، في نساء، في أطفال، في فيبقي بعض الصحابة للمراقبة. فأبقى محمد بن مسلمة، ثم أمر عليا فقال ارجع فكن خليفتي على أهلي. ويرجع علي، فلم يصل إلى المدينة حتى نظر المنافقون فقالوا أرجع عليا لأنه جبان. الله أكبر. ليش قلت لكم منذ قليل لا تأبه إلى الناس؟ إذا تفكر كثير بكلام الناس حينها لن تصل إلى خير في أي مجال، بأي مجال، في الدين، أمور الدنيا. فرجع سيدنا علي يبكي إلى رسول الله، لحق بالجيش. يا رسول الله، يقولون خلفتني على أهلك لأنني كذا وكذا، يطعنون فيه. فقال يا علي أما ترضى مني أن تكون بمنزلة هارون من موسى؟ غير أن له لا نبي بعد. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أن لا نبي بعدي. فطابت نفس علي رضي الله عنه ورجع. سيدنا موسى قال لأخيه أخلفني في أهلي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. سبحان الله. فكان سيدنا علي رضي الله عنه في هذا المقام أخا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينطلق الجيش، يمشون لا يستطيعون السرعة كثيرا. لما؟ كما قلت، لقلة الزاد والطعام والشراب من ناحية، وقلة الظهر الذي يركب من ناحية ثانية. فالجيش يحتاج، الذي يصعد وينزل يحتاج إلى المسير بالهوينة على مهلهم. وهكذا يسيرون إلى أن اقتربوا من تبوك، ولكن في الطريق تمر عليهم أمور كثيرة وشدائد ومصاعب سنعرض لها إن شاء الله. اللهم انفعنا بما تعلمنا، الحمد لله رب العالمين.